إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ونشرت الفنانة بعض الكواليس من تحضيراتها للظهور بلوك جديد خلال برنامجها شارع النهار، وأعلن الفنان أحمد سعد ارتباطه بعارضة الأزياء علياء بسيوني بعدما نشر صورتهما من حفل عيد ميلادها عبر حسابه على انستجرام. لم يكشف سعد عن موعد خطبته لعارضة الأزياء، مكتفيا في تصريحه بأنه سيعلن عن ذلك خلال الشهر المقبل. علاقة أحمد سعد بريم البارودي. بدأت علاقة الفنان أحمد سعد بالفنانة ريم البارودي خلال مسلسل إحنا الطلبة، وده كان في عام 2011، والتي ربطتها علاقة صداقة بسعد وزوجته الأولى، ثم تحولت صداقتها مع سعد إلى علاقة عاطفية، وامتدت العلاقة العاطفية بين سعد والبارودي لفترة طويلة انتهت بالزواج، لكنه لم يستمر سوى 6 أيام فقط بحسب ما ذكر سعد في برنامج شيخ الحارة. واندلعت بينهما الخلافات وتبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام بعد ذلك، وظهرت وهي في حالة حزن وكأن لسان حال الفنانة ريم البارودي للفنان أحمد سعد وداعا حبيب العمر.